المهم الجماعة الناس شايفة الشير كويس، مفيش مشاكل فيه. طيب احنا ممكن نصغر زي ما في واحد من المهندسين اقترح علينا يعني. واضح كده في مشاكل في البرمجيرا، البرنامج واضح معاكم؟ خلاص انا شايف معظم الناس واضح معايا، فاللي عنده مشكله ممكن يعمل ريفرش للصفحه زي ما انت عامل فني، وان شاء الله هتوضح مع الصوره. طيب نبتدي نتكلم عشان ضيعنا وقت كتير، احنا نص ساعه تقريبا. هنبتدي المره اللي فاتت شرحنا مع بعض ازاي نعمل ديكشنري بتاع الريسورس بتاعنا، واتكلمنا ان الديكشنري ده بيعتبر من جلوبال داتا بتاعت الشركه بتاعتنا، معلومات عامه خاصه بالشركه وليست خاصه بالمشروع، ونقدر ان احنا نخش نعمل نبنيه ونعمل الديكشنري بتاعنا من غير ما يكون عندنا مشاريع موجوده على البرنامج بتاعنا. وشرحنا مع بعض ايه هي انواع الريسورس المختلفه اللي داخله معانا اللي بتحدد لي الكوست بتاعنا، سواء اذا كانت ليبر او نون ليبر او ماتيريال، ودي اللي بنعتبرها احنا الدايركت كوست اللي موجوده عندنا على الاكتيفيتي. خلاص، وقلنا مع بعض ان احنا بنحدد، قبل ما بنحدد الريسورس بتاعتنا بنيجي نحدد الديكشنري بتاعنا بتاع الرول من انتربرايز رول. وبنعمل فلتر باي او ريسورس. ظاهرة يا جماعة عندكم الشير ولا ايه؟ طيب ممتاز. وبنحدد قلنا الرولز بتاعتنا، وده اللي هي الادوار اللي احنا عايزينها على النشاط بتاعنا. خلاص، قبل ما بنحدد الريسورس او لسه ما تكونش الريسورس معروفه عندنا، فبنحدد الرولز بتاعتنا اللي احنا عايزينها على الاكتيفيتي المختلفه، وبعد كده بنعمل اساين للرول ديت على الاكتيفيتي بتاعتنا. من وقت ما بيظهر معانا او بنبتدي نحدد احنا ريسورس محدده في موضوع في البروسيس بتاعت الاكواير بروجكت تيم، ابتدي تحدد حضرتك الاشخاص الموجوده عندك باسمائها، فبتعمل اساين على الريسورس ده على الرول اللي حطيته على الاكتيفيتي. خلاص، همر سريعا كده اهوت على البروبرتيز او الاتريبيوتس اللي عندنا تحت. بنبتدي باول تاب اللي هو التاب الجنرال، وبيشرح لنا فيه بتقدر حضرتك تحط فيه البيانات المختلفه اللي خاصه بالريسورس زي الاي دي بتاع الريسورس، النيم بتاعه، الرقم الوظيفي، الايميل، التايتل بتاع الوظيفه بتاعته او التليفون بتاعه. بعد كده حضرتك بتقدر تعمل تكويد للريسورس اللي موجوده عندك، وقلنا ان التكويد دوت في برنامج البرمجيرا اقدر ان انا اضيف فيه اي تصنيف انا عايز اصنفه مش موجود في البرنامج، اي تصنيف خاص بالشركه بتاعتي، خاص بالاورجنايزيشن بتاعتي، خاص باي شيء انا عايز اصنف بيه ريسورس ومش موجود التصنيف ده عندي في برنامج البرمجيرا، اقدر انا اضيفه واكود بيه من خلاله الريسورس المختلف. التاب اللي بعديه تاب الديتيلز، وهو اللي بيحدد لنا فيه الريسورس تايب، النوع الرئيسي للريسورس، سواء اذا كان ليبر او نون ليبر او ماتيريال. وفي حاله الماتيريال بيبقى الاكتف معانا، اليونت اوف ميجر ده بتبقى اكتف معانا. بختار هنا الكرنسي اللي انا بعمل الريسورس ديت، الكاليندر بتاعته اتكلمنا عليها. بعد كده بحدد اليونتس والبرايسز بتاعت الريسورس ديت في الريت تايب المختلفه، واتكلمنا وقلنا ان في 5 ريت تايب موجودين عندي في البرنامج.
واقدر اعتمد على واحد بس واسعر عليه الاسعار المختلفه في الريسورس، او لو كانت الشركه بتشتغل بكذا ريت يعني للتوريدات الداخليه والتوريدات الخارجيه وما الى ذلك، حضرتك تقدر تستخدم الريتات المختلفه وتحط الاسعار المختلفه على الريسورس بتاعك. بعد كده قلنا ان التاب اللي بعديه الرولز، وان الرولز ديت بقدر احدد الرولز اللي بتنطبق فيها الريسورس ديت. يعني مثلا لو عندي انا مهندس خلاص مدني مثلا، مكتوب اسمه بيبقى بالشخص يعني مهندس محمد خلاص، بعد كده اقدر انا احط عليه رولز معينه. يعني المهندس محمد يقدر يشتغل لي بلانر انجينير مثلا، سينيور بلانر انجينير، او انه ممكن يقدر يشتغل لي بروجكت مانجر، فبحط الرولز اللي بيقبلها المهندس ده، علشان لما حضرتك بتحط انت لسه ما حددتش اشخاص معينين هتعمل لهم اساين على البروجكت بتاعك، حضرتك بتعمل اساين للرول بتاعه البروجكت مانجر. بعد كده بيجي قسم الهيومن ريسورس بيحدد البروجكت مانجر ده، هو عمل نيجوشيشن مع الراجل اللي اسمه مهندس محمد واتفق معاه ان هو هيبقى مدير الموقع او البروجكت مانجر بتاع الموقع دوت، فبيعمل له اساين. فحضرتك هنا بتحدد الرولز اللي ممكن يلعبها الريسورس. واضح ومركزين معايا يا جماعه ولا ايه؟ طيب ممتاز ممتاز. بعد كده حضرتك عندك التاب الاخير بتاع النوتس، ده عباره عن وورد، عندك بتقدر ان انت في اي نوتس عايزها، اي ديسكريبشن عن الشخص ده انت عايزه تحطها. بعد كده رحنا على البروجكت، فتحنا بروجكت جديد انا هعمله على السريع. اوكي شو اكتيفيتي، وقلنا ان احنا لو عندنا اكتيفيتي ان هو بنيجي على التاب اللي اسمها ريسورسز والاكسبنسز، وهم دول اللي بيدخلوا لي الكوست بتاع الاكتيفيتي بتاعي خلاص. وبقدر ان انا اجي هنا اهوت لو عندي الاكتيفيتي اعمل ادد للريسورس على طول، لو انا عندي الناس دي بري اسايند على المشروع يعني موجوده من الاول، معروف اول ما ابتديت المشروع بتاعي ان فلان الفلاني هو اللي هيمسك الحاجه المعينه او الوظيفه المعينه او الرول المعين خلاص، فانا بعمل اوريدي اد ريسورس على الاكتيفيتي ديت، وبضيف ان الشخص دوت مود على الاكتيفيتي بتاعتي. وقلنا ان اهم حاجه ان انا عندي مده الديوريشن بتاع الاكتيفيتي 5، بحدد البادجت يونتس اللي انا عايزها على مده الخمس ايام الديوريشن بتاعتي. فلو قلت على سبيل المثال مثلا انا عايز 50 بادجت يونت، والبادجت يونت عندنا هنا اللي هي الاور، وقلنا مع بعض ان احنا بنظهرها من قائمه ايديت يوزر بريفرنس، بنروح على التايم يونتس وبنحدد التايم يونتس بتاعتي، وبقول له شو يونت ليبل ديت عشان يظهر لي الليبل بتاعي اللي هو الاتش. اوكي فبحدد له حضرتك هنا اهوت البادجت يونت بتاعتي اللي 50 اور على الخمس ايام، فبيقول لي انت البادجت يونت بير تايم عندك اللي هو ال 10 ساعات بير دي خلاص. وهنا طبعا البرايس يونت ديت انا اللي كنت محددها في الديكشنري بتاع ريسورس عندي، فبيطلع لي البادجت يونت بتاعتي، البادجت كوست عفوا بتاعتي، بناء على انه ضرب البادجت يونت مضروبه في البرايس بير يونت. جميل. وقلنا بعد كده ان ممكن انا اقدر ان انا اعمل اد رول معينه خلاص، وبعد ما بعمل اد للرول دوت اقدر بعد كده ان انا اقف على الرول دوت واعمل له اساين باي رول، بيطلع لي هو الريسورس اللي موجوده عندي اللي معمول لها اساين للرول دي خلاص، وبناء عليها بقدر احدد الايه الريسورس عندي بدل من الرول. بعد كده اتكلمنا على ان التوزيع بتاعنا في الريسورس ديت بيبقى توزيع لينير على الاكتيفيتي، بمعنى ان احنا فتحنا معانا الريسورس يوزر بروفايل وشفنا عندنا الريسورس بتاعنا اللي احنا حطيناه ده وتوزيعه على الاكتيفيتي بتاعتنا، لقينا البرنامج موزعه لينير. وعلشان نقدر نتحكم في التوزيع ده اتكلمنا ان في كذا طريقه عندنا، في طريقه بعمل بيها اللاج بتاع الريسورس ده، ولو عندنا
ده بيمثل لو عندنا حضرتك اتنين ريسورس وعايز تفرق ما بينهم المدة، ان ريسورس يشتغل في اول المدة وريسورس يشتغل في تاني المدة بتاعت الاكتيفيتي ديت، بقدر اوزعهم انا بالاسلوب دوت. واقدر حضرتك يعني والطريقة بتاعت اللاج دي برضو احنا نبهنا وقلنا ان هي حتى لو وزعها على مده معينه من مده النشاط مش المده كلها، التوزيع اللي بيبقى على المده ده بيبقى برضه لينير. خلاص اللي بيفرق مع حضرتك في التوزيع النون لينير، قلنا ان احنا يا اما بنعمل الباكت بلاننج عن طريق ان احنا بنروح للسبريد شيت خلاص، او الريسورس اساينمنت، وبنفتح البادجت بتاعتنا بتاعت الريسورس ونشوف قد ايه الساعات اللي متوزعه عندنا، ونقدر ان احنا نغير في الساعات ديت مانوال. جميل. والطريقه الثانيه اللي احنا اتكلمنا على الكيرفات وازاي تقدر حضرتك تعمل الكيرف، وازاي نقدر نعمل اساين للكيرف دوت على الاكتيفيتي بتاعتنا. واضح يا جماعه الكلام ولا ايه؟ مهندس احمد بسم الله ما شاء الله، انت اول واحد بترد دايما. جميل. الجماعه بتوع التسجيل واضح معاكم الصوره بتاعت البرنامج والشرح؟ طيب دلوقتي انا عايز اسال الناس في طيب كويس مهندس احمد. طيب في جزئيه معينه محتاجين في موضوع الريسورس ان انتوا تاكدوا عليها، احاول ان اكد عليها تاني، او حد عنده سؤال عن حاجه معينه يقدر يساله دلوقتي ونجاوب عليه مع الناس؟ مهندس يسري. طيب واحدة واحدة يا جماعة. I can change only from resource assignment. حضرتك بتقدر تغير من السبريد شيت، بنيجي هنا ونشوف حضرتك ده ريسورس اساينمنت، انا اقدر اغير في الساعات ديت اللي هم ال 10 دي اللي حضرتك شايفهم قدامك، اقدر اعملهم 12 وبيغير لي البادجت يونت 52، فبقدر ان انا اتحكم هنا من الاساينمنت خلاص، او ان انا بظهر الاكتيفيتي ومنها السبريد شيت. طبعا هنا طالعه التوتال عندي عشان بالشهر، فانا بغير التايم سكيل خلاص لدي 2 مثلا واقول له ابلاي، بيظهر لي هنا هو حضرتك البادجت بتاعي بتاع الريسورس ده، واقدر ان انا اتحكم فيه برضو من هنا واغير المده بتاعتي من هنا. تمام؟ وضحت؟ تمام. طيب طب نرد بس على المهندس يسري الموضوع بتاع اللي اتكلم عليه، اللي هو لو حضرتك عايز تصدر البرنامج ده من غير كوست خلاص. شوف حضرتك انا هفتح برنامج بس عليه كوست، او هو البرنامج الزمني دوت اللي احنا واقفين عليه ده اللي هو البروجكت. بص مهندس يوسف مركز معايا، جميل. حضرتك شوف هتروح على ادمن، جميل، سكيورتي بروفايل، وبعدين حضرتك هتيجي ان هو تعمل بروفايل جديد خلاص، هتعمل اد مثلا تقول بروفايل اكسبورت without cost. اوكي واضحه. وبعد كده هتيجي حضرتك البريفليج، بتدي له بريفليج على كل حاجه مفيش مشكله ما عدا عفوا معلش انا بس غلطت في حاجه هنا، هو على الجلوبال انا هشيله. اوكي ديليت، انا هروح اعمله في البروجكت بروفايل خلاص، في البروجكت بروفايل. خد بالك معلش انا غلطت بس عملت في الجلوبال بروفايل، احنا المفروض نعمله في البروجكت بروفايل. هنعمل اد ونعمل اكسبورت ونسميه مثلا اكسبورت ويزاوت كوست خلاص، وهاجي اديله بريفليج عادي جدا في كل الحاجات اللي خاصه بالبرنامج. لو حضرتك عايز تعدل على البرنامج او تعمل له اي حاجه مفيش مشكله، بس في واحده بس هفوتها. انا هعمل البريفليجز الاول كلها عشان يبقى واخد صلاحيات عادي مفيش مشكله.
واضحة مهندس يسري؟ علشان ياخد صلاحيات على اللي هو المختلفة. انا هاجي بس اعمل هنا هو بص فيه هنا هو في حاجة اسمها الفيو بروجكت كوستس اند فاينانشالز. حضرتك بتشيل البريفليج من الموضوع ده انه ما يشوفش الكوست بتاع البرنامج بتاعك. خلاص؟ وهعمل كلوز يبقى انا اتاكدت ان واخد بريفليج على كل حاجة ما عدا الفيو بروجكت كوست. حضرتك بعد كده بتعمل كلوز وتروح على قائمة ادمن يوزر بتعمل يوزر جديد مثلا وليكن احنا هنسميه كوست الباسورد كوست مثلا كوست. اوكي بعد ما حضرتك عملت اليوزر دوت بتروح على الميديول اكسس تاب عندك وبتديله اكسس على برنامج البروجكت البي 6 بروفيشنال وتيجي حضرتك على البروجكت اكسس بتحدد له البروجكت بتاعه موجود فين خلاص تحت انهي او بي اس. انا بس هشوف هنقفل ده دقيقة واحدة بس هنروح على البروجكت ونشوف البروجكت بتاعنا دوت واخد الريسبونسبل مانجر بتاعه اللي هو الاي ان سي. خلاص هنفتح اليوزرز تاني وبعد كده على اليوزر اللي اسمه كوست. خد بالك انت بتعرف ايه اعطينا له الاكسس خلاص على البي 6 على البروجكت هنعمل له الاي سي او بي سي بتاعه والجلوبال اكسس ادمنستريتور مفيش مشكله. بس هتيجي حضرتك ان هو بعد ما تختار الاو بي اس في البروجكت اكسس خلاص بتفتح وتختار البروفايل اللي انت عملته اكسبورت وذاوت كوست واعمل له اساين كده. طب يا جماعه انا مش عارف في ناس عماله تعترض مهندس. المهم اغلبيه الناس عندها واضح عندها البرنامج واضح عندها الشرح ولا عندها في مشكله؟ طيب فريق التسجيل اهم حاجه انه واضح عنده الصوره عشان تقدروا حضرتك تتابعوا المحاضره لما تنزل متسجله ان شاء الله. طيب ومعظم المهندسين شغالين تمام ومتابعين خلاص في بطء شويه ممكن حضرتك تعمل ريفريش للمتصفح ولا حاجه. طيب خلاص بعد كده حضرتك بتيجي على البروجكت اكسس بتعمل الريسبونسر مانجر بتاعك وبتحدد له السكيورتي بروفايل اللي هو ايه اللي احنا عملناه بتاع الاكسبورت وزاوت كوست. جميل. بعد كده حضرتك بتعمل كلوز خلاص انت عملت اساين بتعمل كلوز وبتيجي تقفل البرنامج. احنا هنقفل البرنامج طبعا عشان نطلع اكزيت من اليوزر اللي احنا فيه الادمن. وهتيجي حضرتك بعد كده تخش ب كوست احنا عملنا اليوزر نيم كوست والباسورد كوست. خلاص بعد كده حضرتك هيفتح لك البرنامج للبروجكت بس اللي واخدها ايه الاو بي اس اللي احنا حددناه قبل كده لان احنا حددنا الاو بي اس اللي موجود ليه صلاحيات على البرنامج ده. هنلاقي البرنامج بتاعنا موجود هنا اهوت مهندس يسري معايا. وهنفتح البرنامج بتاعنا ده اوبن. خلاص طبعا حضرتك هتلاقي البروفايل طبعا متغير وكل حاجه متغيره لان ده طبعا بيعتمد على اليوزر كل يوزر بيقدر يظبط البروفايل بتاعه. بس اهم حاجه عندنا ان احنا هنفتح بس نبص على البوست بتاعنا هتلاقي حضرتك ان هو اللي واضح بالنسبه لك بس البادجت يونت البرايس بير يونت مختفيه عامل عليها شروط. اللي عامل عليها شروط مالكش صلاحيه ان انت تشوفها. خلاص وبرده البادجت لو ظهرنا هنا هو الكولومز وقلنا كوست وجبنا البادجت التوتال كوست اوريدي ظاهر عندنا بس مش نبعد ال شايف حضرتك العمود بتاع البادجت توتال كوست معمول عليه ثلاث شروط كده اهوت. خلاص معنى كده ان حضرتك ما
مالكش اي صلاحيات ان انت تشوف الريكوست. بعد ما حضرتك بتفتح البرنامج وتظبط كل حاجه زي ما انت عايزها، بتعمل فايل اكسبورت للبرنامج الزمني دوت، خلاص بيعمل له اكسبورت من غير الكوست بتاعه، اي حد يفتحه عنده مش هيلاقي الكوست موجود عنده. وضحت الموضوع؟ واضح. طيب ممتاز جدا. السؤال اللي بعده، محدش عنده أسئلة تانية؟ ميل والبادجت كوست. قصدك البي كيو؟ المهندس سعيد، هو في مورد شغال على اكتر من نشاط في نفس اليوم او المدة، كان يكون في نشاطين شغالين مع بعض، ازاي انزل المورد على النشاط وازاي اضبط تكاليفه؟ شوف مهندس سعيد، اولا العملية دي حضرتك ما هي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، الريسورس افيلابيلتي. البرنامج حضرتك مش هيمنعك ان انت الريسورس ده، ومش هيمنعك ان انت تقول حضرتك ان انا عايز 100 بادجت يونت من هنا اهو و100 بادجت يونت هنا اهو، وانت مش متوفر عندك الا 5 بادجت يونت. لكن حضرتك لما هتيجي تعمل الاظهار بتاعك هيظهر لك كل البادجت يونت اللي اوفر الليمت بتاعك، هيظهرها لك بالاحمر. بعد كده احنا بنخش في حاجه ثانيه اللي سال عليها الباشمهندس في الاول، اللي هو ان انت بتعمل انالايز للافيلابيلتي بتاعت الريسورس بتاعتك، بتعمل الليفل ريسورس علشان الريسورس اللي هي اوفر ليميت بتاعك. انت بتدخل في الاول ان الريسورس دي ليميت، الشخص ده ممكن يكون شخص او ممكن يكون كرو، طقم عندك من نجارين مثلا او طقم حدادين او اي طقم كرو، خلاص انت حضرتك بتدخل الليميت بتاعك اللي انت عايزه بقى في النشاط، هو البرنامج مش هيحددك فيه، انت هتدخل اي عدد انت محتاجه في النشاط، لان انت دوت انت حسبتها بناء على حساب عندك. خلاص وضحت النقطه كده؟ ممتاز. مهندس عبد الباري، كيف يمكن ادخال الموارد العامه غير متوفر؟ احنا اتكلمنا عن الموضوع دوت المره اللي فاتت، وقلنا ان حضرتك ان الكلام دوت انت بتقسمه على الاكتيفيتي خلاص، وبتدخله عن طريق الاكسبنسز او اللي هو التكاليف الغير مباشره. وقلنا الاكسبنسز ديت بنقدر نعمل فيها تكاليف عامه على البند، من خلال ان احنا مثلا انا واقف على البند ده بضغط على الاكسبنسز بقول له اد، وبكتب هنا اهوت الاكسبنسز ايتم بتاعي، بكتب اي كان، فواتير كهرباء، فواتير سيارات، الحارس، اي حاجه، وبحط له اليونت اوف ميجر، ممكن يبقى لمسم ولا حاجه. ده طبعا كل دوت بتدخله حضرتك بايدك، بتحدد الكاتيجوري بتاعتك، وقلنا ان الكاتيجوري ديت بنقدر نجيبها من ادمن كاتيجوريز، ونتحكم في الكاتيجوريز بتاعه الاكسبنسز بتاعتنا حاجه هنا اهوت، سواء اذا كانت سوفت وير، كونسلتنج، هارد وير، اكويبمنت، يعني الامثله المضروبه عندنا هنا اهوت. جميل. وبنحط البادجت يونت، والبرايس بتاعنا بيضرب هو البادجت يونت في البرايس، وبيطلع لي البادجت كوست اللي موجوده خد بالك على النشاط ده. جميل. فهو حضرتك بيديك ان هو التوزيعه بتاعتها بتبقى ازاي، ممكن حضرتك عايز تحطها في بدايه النشاط، يعني انت المبلغ ده دفعته اول ما ابتديت النشاط او بعد ما خلصته، او بيوزع يونيفورملي على الاكتيفيتي بتاعتك. واضحه كده؟ انا مش عارف المشكله، المره اللي فاتت ما كانش في مشاكل خالص، مش عارف النهارده في مشاكل كده ليه. واضحه جميع الشير؟ واضح عندكم كله تمام؟ جميل ممتاز. طيب اذا اشتغل معاك من اول يوم ب 50 جنيه وبعدين تاني يوم ب 60 جنيه، حضرتك ديت
انت بتحتاج يا اما عندك حاجتين، يا اما حضرتك ممكن تديله اللي هو الايفكتيف تايم اللي احنا اتكلمنا عليه، بس دوت يعني اول ما خلص ال 50 بعد كده حضرتك دخل في ال 60 هيثبتها معاك، ده رقم واحد. رقم اثنين، يفضل عشان تبقى نبقى عمليين شويه ونشتغل بيها، يفضل ان انت تعمل ريسورس تاني. بتعمل ريسورس تاني، بتدخل اول ريسورس ده بتعمل له لاج على اول يوم، والريسورس التاني اللي حضرتك حطيته بتعمل له لاج يبتدي من بعد اليوم الاول للنشاط ويستمر معاك. حاضر يا منصح. مهندس محمد، طيب لو عندي دفعه مقدمه مشروع زي ده خلاص. بص يا باشمهندس، احنا اتكلمنا في نقطه مهمه الاول خلاص، ان الكوست حضرتك اللي بتوزعه دلوقتي انت على الاكتيفيتي ده الكاش اوت اللي حضرتك هتدفعه، انت كمقاول ده الكاش اوت اللي حضرتك هتدفعه. الكاش ان ديت حاجه ثانيه خالص احنا بندخلها بعد كده، هو يا اما عن طريق ريسورس مثلا بنفس اللمسم بتاعه بندخلها خلاص، يا اما بقى بتتفصل بقى بعد كده بحيث ان انت تاخد الكاش ان بتاعك متوزع على الاشهر، وبتاخد الاس كيرف بتاع الكاش اوت وبتعمل الفاندنج اللي انت عايزها والكلام ده كله. فبلاش ندخل الاثنين دول في بعض حاليا علشان ايه ما تلخبطكش. انت عارف دلوقتي ان احنا اللي شغالين فيه خلاص، احنا شغالين حضرتك في المصاريف الفعليه اللي حضرتك بتدفعها مش اللي بيجي لك من المشروع. ايه واضحه؟ في سؤال عن الكالندر؟ طيب حد عنده سؤال تاني على الريسورس؟ منتصر حضرتك اتاكد من الكالندر، ملوش دعوه بالبرنامج خالص، مش هيزود في من نسخه لنسخه، مش هيزود لك مده المشروع، اهم حاجه تتاكد حضرتك من الكالندر، اكيد في مشكله عندك في ده. طيب اتفضل اسال مهندس سامح على سؤال الكالندر اللي حضرتك عايز تساله. مهندس يعني كلمه الكاش ان هتفرق مع حضرتك اذا كنت او اذا كنت حضرتك الاونر. مقاول الكاش، الكاش ان ده اللي هو بيجي لك من السبونسر بتاعك، انت بتنفذ شغل دلوقتي لاونر معين لمالك الشغل خلاص، الكاش ان ده اللي بيجي لك، الفلوس اللي هتجي لك على الشغل اللي حضرتك هتنفذه. الكاش اوت اللي بتصرفه حضرتك الفعلي، فرق الاثنين ده بيطلع لك البنفيت بتاعت المشروع بتاعك. مهندس سامح، طيب حضرتك انت عندك نسختين دلوقتي، حطيت البرنامج على نسخه عطيك عدد ايام معين، حطيت البرنامج على نسخه ثانيه من البرنامج من البرماديرا يعني طلع لك عدد ايام زياده يوم واحد، حضرتك اتاكد ان اليونت اللي شغال بيها حضرتك ايه من ايديت يوزر ديفرنس، التايم يونت اللي شغال بيها حضرتك ايه، ظاهر الديسيمال ولا مش ظاهر الديسيمال بتاعتك، الكسر العشري ظاهر ولا مش ظاهره، وحضرتك تتاكد من الكاليندر اللي موجوده عندك بتاعه الاظهار خلاص الديفولت اللي معموله في البرنامج، وشوف هتطلع معاك مظبوطه ولا لا. انا اللي عندي 8.2 تقريبا، مفيش فرق كتير في
شكل الايقونات يعني، مش حاجه جوهريه مغيرينها يعني. طيب تمام. طيب مفيش حد عنده اي اسئله على الريسورس كده اهوت؟ طيب ممتاز، نكمل مع بعض ونخش في موضوع جميل البيز لاين. بعد ما حضرتك خلصت الكوستنج بتاع المشروع بتاعك، انت ابتديت خلصت خلاص تحميل التكاليف بتاعتك على الاكتيفيتي وطلعت البلان بتاعتك، المرحله دي خلاص اللي هي قبل مرحله البيز لاين على طول حضرتك خلصت مرحله البلان. بنيجي حضرتك انت عايز تثبت ثلاث حاجات مهمين جدا، عشان كده احنا بنعمل البيز لاين. ايه اللي بنثبته في البيز لاين معانا؟ بنثبت التايم بتاع المشروع بتاعنا، بنثبت الكوست بتاعت المشروع، بنثبت الريسورس او اليونتس بتاعت الريسورس اللي موجوده عندنا. خلاص؟ ففي عندنا ثلاث حاجات لازم حضرتك تبقى واخدهم في الاعتبار. احنا ليه بنعمل البيز لاين؟ بنعمل البيز لاين عشان نثبت الثلاثه مع بعض اللي احنا قلناهم، بنثبت التايم وبنعمل بيز لاين للتايم، خلاص؟ والكوست بتاعنا والريسورس، والثلاثه دول بيبقوا مندمجين في البيز لاين اللي انا بعمله. طيب نقدر نعمل ازاي برنامج البيز لاين على برنامج البريمافيرا؟ هنفترض مثلا ان احنا عندنا ثلاثه او اربعه اكتيفيتي بالمنظر دوت. خلاص اكتيفيتي A مثلا B C D، ده برنامج زمني بسيط جدا عند حضرتك. خلاص حضرتك هتيجي تعمل، هنعمل بس لينك للاكتيفيتي ديت، لينك اكتيفيتي، ونعمل سكيدجول. جميل، ظهرت عندنا الاكتيفيتي ده بالمنظر ده. طيب انا كده خلصت السكيدجول بتاعي وخلصت الكورس بتاعي، وعايز ابتدي اعمل البيز لاين على البرنامج الزمني ده. عندي ابسط طريقه حضرتك لو انت تعمل بيز لاين، هتروح على قائمه بروجكت مينتين بيز لاين، هيفتح لك حضرتك الشاشه بتاعت البيز لاين. بقدر من هنا ان انا اضيف بيز لاين جديد عندي على برنامج البريمافيرا. والميزه في برنامج البريمافيرا ان هو بيديك عدد لا نهائي انليمتد من البيز لاين تقدر تضيفهم على البرنامج الزمني بتاعك. وهنتكلم احنا ان شاء الله في قدام في الكورس بتاعنا ازاي ان انت تيجي عايز تعمل الكاتش اب بلان بتاعتك، او عايز تعمل ابديت للبرنامج بتاعك الزمني لاي حاجه حصلت، سواء خدت انت اكستنشن في، سواء اتاخرت في المشروع، فبتعمل كل فتره انت حضرتك بتعمل بيز لاين. بيز لاين مش ثابت على حاجه واحده بس. تمام؟ واضح مع الناس معايا؟ مش عارف ايه المشكلة. طيب انا قفلته وحاول اشتغله تاني، مفيش مشكلة. شير ستوب شير. مش شايف في حاجة غلط النهاردة، مش مظبوطين. ما ظهرش حاجة عند الناس طبعا. سفن هيرومانس زيت. طيب انا مش عارف اعمل ايه، انا عملت شير سكرين برضه مش ظاهر.
المحاضرة اللي فاتت كانت ممتازة والله، الصورة كانت ممتازة والتسجيل نازل كويس جدا يعني، بس مش عارف النهاردة في ايه. صحيح ربنا يخليك يا مهندس محمد، بنزورك. اشتغل يا جماعة شير. واضح عن الأول؟ طب نعيد من الأول. طيب ممتاز. طيب ممتاز. طيب نرجع لكلامنا تاني. طيب مفيش مشكلة، احنا الأول كان مجرد مراجعة للي فات. نرجع تاني نتكلم على البيز لاين، وقلنا إن مرحلة البيز لاين ديت آخر مرحلة من مراحل البلانينج. خلاص حضرتك بعد ما بتخلص مرحلة البلانينج بتعايز تثبت البلان اللي أنت عملته في التايم، والبلان اللي أنت عملته في الكوست، وعايز تثبت عدد اليونتس أو عدد الريسورس اللي موجوده عندك على البرنامج الزمني ديت، علشان حضرتك لما تيجي بعد كده هو تعمل ابديت للبرنامج الزمني بتاعك وتحدث التواريخ الفعليه للبرنامج، يبقى في مقارنه حضرتك ما بين البلاند وبين الاكشوال اللي جه عند حضرتك. جميل؟ فاول خطوه قلنا نعملها ان احنا بعد ما خلصنا وخلصنا الكوست بتاعنا بنروح على بروجكت مينتين بيز لاين، وبيجي هنا هو يفتح لي الشاشه خلاص بتاعه المينتين بيز لاين. والميزه زي ما قلنا في البرنامج بتاع البريمافيرا ان هو بيديك انليمتد بيز لاين تقدر حضرتك تحطهم هنا اهوت، فبتعمل حضرتك مثلا البيز لاين بتاع الاساس بتاع البرنامج الزمني اللي حضرتك عملته في الاول مشروع خالص، بتيجي بعد كده حضرتك البرنامج اتاخر منك فعايز تعمل بيز لاين جديد اللي هتمشي عليه عشان يقلل لك مده تاخير المشروع، عايز حضرتك تعمل بيز لاين لاكستنشن اوف تايم انت خدته على المشروع من اونر وعايز تزود المشروع بتاعك، فحضرتك بتعمل بيز لاين. فاي تغيير حضرتك بتعملها على البرنامج بتعمل لها بيز لاين عشان تقدر تتابعها. خلاص؟ بتعتبر نسخه من المشروع الاصلي تماما. البيز لاين زي ما المهندسه نعمه بتتكلم انه المشروع الاصلي هو نسخه منه تماما بتاخدها، فحضرتك انت بس المشروع ده بتاخده من غير ما يبقى فيه يعني من غير ما يشتغل البرنامج، لان حضرتك انت عايز تشغل بعد كده اهوت وتقارن بقى البلان اللي انت حطيته ده بالاكشوال اللي وصل لك دلوقتي. ممتاز. فحضرتك عشان تقدر تضيف البيز لاين عندك هنا اهوت بتعمل ات. جميل. وبعد كده في عندك خيارين، احنا هنشوف الخيارين مع بعض دلوقتي ازاي ايه الفرق ما بينهم يعني، بس اول واحد هناخد اول واحد سيف A copy of the current project as a new baseline. تقدر حضرتك دلوقتي تحفظ نسخة من البرنامج اللي موجود عندك ده دلوقتي خلاص كبيز لاين عندك، وبقول له اوكي. بيظهر لي هنا اهوت ايه البيز لاين موجود عندي هنا، فأنا ممكن أسميه مثلا البلاند بيز لاين مثلا، إن هو ده الأساس بتاعي خلاص. شرطه مثلا ده البيز لاين. جميل. وبحدد هنا اهوت البيز لاين تايب. البيز لاين تايب ديت من كاتيجوري الثابته حضرتك بتحددها في بدايه المشروع، بتقول ان انت عندك مثلا الانيشال بلاننج اللي هو بدايه البلاننج بتاعت المشروع، عندك تغييرات حصلت من الكاستمر، تغييرات حصلت من المشروع بتاعك، بتعمل سيناريوهات الوات اف بلان بيز لاين دوت، حضرتك عايز تعمل سيناريوهات وتقارنها باللي موجود عندك، فحضرتك بتجيب الكاتيجوري التايب دي مين من الادمن كاتيجوري. هنقفل هنا اهو كلوز، هنروح على ادمن كاتيجوريز، وهنلاقي ان هو بسم الله الرحمن الرحيم اول واحده هو البيز لاين تايب. بتقدر حضرتك تضيف التايب اللي حضرتك عايزه هنا اهو
الانواع اللي حضرتك عايزها علشان تصنف تحتيها البيز لاين المختلفه. نروح تاني بروجكت مينتين بيز لاين. خلاص، وحضرتك هنا في تاريخين ما بتقدرش حضرتك تغيرهم، ده مجرد داتا عندك. خلاص، انا هختار ان هو ان ده مثلا تبع التايب الانيشال بلاننج، وحضرتك بيديك الداتا ديت اللي هو اخر تحديث للبرنامج مع اللاست ابديت بتاعك. جميل. بعد كده بعمل كلوز للشاشه ديت بتاعت المينتين بيز لاين. طيب انا عايز اشوف البيز لاين هنا راح فين، فهاجي على الاول على قائمه بروجكت اساين بيز لاينز علشان اخصص للبرنامج الزمني دوت بيز لاين عندي، فبخصصه ان هو من الاساين بتاعي. فباجي ان هو بختار الاوبن بروجكت عندي مثلا اللي هو النيو بروجكت اللي احنا شغالين عنده عليه. تاني حاجه حضرتك بتختار بروجكت بيز لاين وبتختار ثلاثه يوزر بيز لاين. بروجكت بيز لاين ده بيعتبر الاساس بتاعك. خلاص، احنا قلنا طبعا ان احنا عندنا عدد لا نهائي من البيز لاين، بس حضرتك اللي تقدر تظهرهم على البرنامج الزمني ثلاثة بيز لاين فقط، مش هتقدر تظهر اكتر من كده، لان عندك البرنامج بيظهر ثلاث سطور، وهنشوف دلوقتي الجانت شارت هنظهر عليه الثلاث سطور ازاي. خلاص، فحضرتك بتثبت عندك الانيشال اللي هو البروجكت بيز لاين هنثبته اللي هو البتاعي، ومؤقتا هيبقى البرايم برضه اليوزر لان ده في بدايه المشروع بتاعنا هيبقى برضه هو الاند بتاعنا. بعد ما بعمل اساين للبيز لاين بتاعي بقول له اوكي، بس برضه ما ظهرش عندي هنا هو، فانا عايز اظهر دلوقتي البيز لاين في الكولومز وفي الجانت شارت بتاعنا او البار شارت بتاعنا. عشان نظهره في البار شارت حضرتك بتروح على بارز من الايقونه ديت، او بتروح على فيو وبعدين بارز. هتظهر لي الشاشه بتاعت البارز هنا اهوت. باجي على البرايمري بيز لاين، ده قلنا ان هو اللي هو اليوزر بتاع اليوزر الاولاني، وفي حضرتك هنا اهوت هتلاقي السكند والثيرد بيز لاين، ودول اللي هم بتوع اليوزر كلهم بتاع البروجكت مش موجود، ممكن حضرتك تعمله بمنتهى البساطه. يعني انا هظهر مجرد ما اعمل ديسبلاي هنا اهوت على البرايمري بتاعي واقول له اوكي ابلاي اوكي، هيظهر لي البيز لاين بتاعي تحت البار بتاع الاكتيفيتي. طبعا هو ظهر نفسهم بالظبط، لان البرنامج الزمني ده بتاع حضرتك ما اتغيرش، انت عندك الستارت ديت بتاع البيز لاين هو هو الستارت ديت بتاع البلان او السكيدجول اللي موجود عندك دلوقتي، لان احنا زي ما قلنا ان احنا خدنا نسخه من البرنامج ده طبقناها على البيز لاين. بس الفرق الوحيد ان حضرتك لما تيجي تعمل ابديت للبرنامج الزمني بتاعك وتيجي تدخل اكشوال ديتس للاكتيفيتي بتاعتك ديت، خلاص هتتحرك عن البيز لاين. يعني لو حضرتك جيت قلت مثلا ان الاكتيفيتي اللي احنا واقفين عليها ايه ديت، انها ستارتد مش يوم 22 زي ما هي محدده، لا ستارتد معايا يوم 27، خلاص يعني اتاخرت. ومجرد ما بعمل سكيدجول، طبعا الاكتيفيتي اللي وراها كلها معتمده عليها، عفوا خلاص الاكتيفيتي اللي وراها كلها معتمده عليها، وبالتالي هتتحرك معاها. خلاص، ده ستارتد يوم 28، هنعمل هنا هو الداتا ديت على انه يوم 30 مثلا، فالاكتيفيتي بتاعتك اتحركت بعيد عن، انت نقلت الداتا ديت بتاعك هنا هو، فحرك لك الاكتيفيتيز دي كلها، لان الاكتيفيتي ديت كريتيكال، لما دام كريتيكال ورا بعضها بس، فما دام اول اكتيفيتي اتاخر حضرتك باقي الاكتيفيتي كلها هتتاخر معي. خلاص، فطبعا مجرد ما انا شغلت البرنامج واعطيت له ابديت وحركت الاكتيفيتي ده بعد عن البيز لاين، بس البيز لاين حضرتك ثابت عندك مش هيتحرك. التواريخ دي حضرتك تقدر تشوفها ازاي في الكولومز، بتيجي على الجزء بتاع الكولومز وبتضغط رايت كليك على الكولومز وبتجيب الكولومز، او ان انت حضرتك بتيجي من قائمه فيو بتختار كولوم كاستمايز. بعد كده حضرتك بتيجي على انت عايز تظهر كوست او ديتس، احنا بنتكلم على ديتس حاليا، فعند حضرتك عندك البيز لاين البي ال بس دوت،
ده بيرمز لاول حاجه احنا قلنا عليها اللي هو البروجكت اللي حضرتك عملت له اساين من خانه الاساين. جميل. مهندس وليد مفيش حاجه من البيز لاين هتتحرك خالص، مفيش، البيز لاين ما بيتحركش خالص، الاكشوال بتاعك هو اللي بيتحرك خلاص. فالبيز لاين عندي ما بيتحركش خالص، فباجي اظهر البيز لاين واحد الستارت، البيز لاين واحد الفينش والستارت بتاعي، وبقارنهم حضرتك بالستارت بعد الستارت دي الاكشوال والفينش بتاعي. وهلاحظ هنا حضرتك ان كان المفترض ان الاكتيفيتي ده يظهر عندي، هو كان المفترض يشتغل يوم 22، لا هو اشتغل يوم 28، ده المفروض يشتغل يوم 28 خلاص، اللي هو البلان ستارت. الاكشوال عندي طبعا هو عشان اترحل فاترحل مع التاريخ بتاعه، يعني عشان هو كريتيكال اكتيفيتي. البيز لاين بتاعي اللي هو اليو كالر دوت، وبقدر ان انا اتحكم في البيز لاين في الكالرز والشكل بتاعه. مش هنتكلم في الموضوع دوت، يعني الموضوع بسيط مش كبير يعني خلاص. فهو ده الايه الاظهار بتاع البيز لاين عندي هنا اهوت، او الديتس اللي انا عايزها من الكولومز. من الكولومز حضرتك بتخش زي ما قلنا على الفيو كولومز، وبتظهر كولومز كاستمايز، وبتظهر حضرتك اي معلومات انت حضرتك عايزها بالنسبه، يعني انت احنا قلنا في ثلاث حاجات مهمين لازم حضرتك تبقى حاططهم في دماغك خلاص. اول حاجه التايم، يعني ستارت وفينش خلاص، فلويد، اي حاجه خاصه بالتايم حضرتك هتقدر تظهرها للبيز لاين والاكشوال سكيدجول اللي عندك. وعندك الحاجه الثانيه الكوست، تقدر تظهر بقى الكوست كلها وانت بتعمل حضرتك ابديتس. ما انت بتعمل ابديت بتدخل بقى انت صرفت قد ايه بالظبط، جبت كام عامل، جبت كل الكلام ده بيخش في الابديت بتاعك. فبتقارن انت حضرتك عايز تقارن الكوست ده بالكوست تاني، او حضرتك الحاجه الثالثه الاخيره ان انت عايز تقارن الريسورس يونتس. انت كان المفروض تجيب 100 متر خرسانه، انت جبت حضرتك كام؟ وهكذا خلاص. ففي ثلاث عوامل مهمين جدا، انت بتفتح الكولومز ديت وبتدور على اللي انت عايزه بتقدر تظهره هنا بمنتهى البساطه. هي في نقطه بس بسيطه انا عايز اقولها، ان حضرتك خط الريليشن شيب دوت اللي موجود بيتنقل بين البيز لاين، انت عشان بس تنقله ويفضل معاك، لان ساعات البرنامج زمن يتاخر وبيبقى الاستشاري عايز يظهر عليه الريليشن شيب، وبتبقى الريليشن شيب مربوطه بالبيز لاين وموجوده مثلا على اليسار في اقصى اليسار مش ظاهره. فانت بس عشان تنقل الريليشن شيب ديت من على البيز لاين للاكشوال بتاعك، بتفتح البارز، قلنا من فيو بارز، وبتاخد حضرتك البرايمري بيز لاين دوت، وتروح عامل له شيفت داون، منزله على تحت، اخليه مثلا قبل السكند اوكي، وبعمل ابلاي اوكي، هينقل لي الريليشن شيب بتاعتي ديت على البورز بتاعتي الموجوده. تمام. اللون الازرق ماذا يعني في الاكتيفيتي؟ بص حضرتك اللون الازرق اللي هو الاكشوال ورك، حضرتك هتيجي هنا اهوت اهو اللون الازرق دوت، لو فتحت البار حضرتك هتلاقيه كاتب هنا اهوت الاكشوال بار او الاكشوال ورك بتاعك، ده الشغل الاكشوال اللي خلص. ده الريميننج بيظهر اخضر بس في حاله، انا بكلمك على الالوان الديفولت بتاعت البرنامج، بس في حاله الكريتيكال باس بيظهر كله احمر. واضحه العمليه كده يا جماعه؟ في عندك الفرق حضرتك ممكن في الكولومز. تاني نفتح الكولومز حضرتك في الديتس هنا اهوت، في فيرينس هنا اهوت تقدر تطلعه. وان مينت، وبتقدر تحط الفيرينس عندك قد ايه؟ الديوريشن عندك اهو فيرينس ما بين البروجكت ديوريشن والبروجكت فينش ديت والستارت ديت، وعندك الديوريشن فرق الديوريشن بين المدتين حضرتك تقدر تحطه، او الستارت والفينش الفرق هنا هو تقدر تحطه. وضحت؟ مهندس وليد؟ تمام. ماشي، احنا اخترنا
اخترنا البرايمري عادي، لو اخترت البيز لاين هتلاقيه هو دلوقتي، لان حضرتك لما انت عناد لما جينا حضرتك عملنا في البروجكت قائمه البروجكت اساين بيز لاين، احنا عملنا هو البيز لاين موجود في البروجكت وهو موجود في البرايمري، سواء حضرتك اخترت البروجكت او البرايمري هيطلع هو، لكن بعد كده حضرتك لما تيجي تعمل ابديت للبيز لاين دوت ويتغير معاك لاين خلاص، حضرتك هتختار في البرايمري دي حاجه ثانيه، ودي بتعتمد على اليوزر هو اللي بيختارها. ده البروجكت بيز لاين ده ثابت على المشروع، ده اللي هو البلاند الانيشال بلاند اللي حضرتك حطيته في الاول. بعد كده بتقدر تظهر البلانات الثانيه اللي موجوده عندك، خلاص؟ في نقطه ثانيه انا عايز اضيفها حضرتك، ان لما بيبقى عندك كذا كذا بلين، بيبقى عندك كذا بلين خلاص، بتيجي حضرتك على على البروجكت خلاص، هروح على قائمه البروجكت وبيظهر عندي هنا هو البروجكت بتاعي، بروح على التاب بتاع السيتنج حضرتك، في حاجه اسمها الايرمت فاليو احنا هندرسها في تقييم الاداء بتاع المشروع فيما بعد، فلازم حضرتك تبقى واخد بالك انت الاداه دي بتستعمل الايرمت فاليو ديت على البروجكت بيز لاين ولا على اليوزر برايمري بيز لاين، خلاص عشان بس حضرتك تبقى انت بتقارن اداء المشروع بتاعك. احنا قلنا ان احنا بنعمل البيز لاين ده في الاساس علشان نقارن اداء المشروع بتاعي الاكشوال الواقع حاليا بالبلاند اللي انا خططته قبل كده، جميل؟ فبستعمل انا في المقارنه ديت الاداه اللي اسمها الايرنت فاليو، فهو هنا بيسالك على انت عايز تستخدم الاداه دي للمقارنه بروجكت بيز لاين ولا مع البرايمري بيز لاين، يوزر برايمري بيز لاين، خلاص؟ دي نقطة بس حبيت أوضحها عشان حضرتك تبقى واخد بالك إن عندك أنت بروجكت بيز لاين حضرتك بتحطه للبرنامج بتاعك، ده بيبقى ثابت عندك ما بيتغيرش خلاص. وفي حضرتك مهندس وائل حاضر، وفي حضرتك البرايمري بيز لاين والسكند واللي هو التالت بتاعنا السيرد بتاعنا، عندك ثلاثة بيز لاين بتقدر تعمل لهم اساين مرة واحدة للمشروع خلاص، بس عندك عدد لا نهائي من البيز لاين بيبقوا موجودين عندك، اللي بتعمل لهم ثلاثة مرة واحدة، اللي بتقدر تعمل لهم اساين مرة واحدة هم ثلاثة فقط. ايوه مهندس عماد، الكلام ده كله احنا بندرسه مع بعض. لو الكلاينت دلوقتي طلب منك ان انت تعمل ريكفري سكيدجول عشان تظبط الديلي اللي عندك، طبعا انت شايف حضرتك ان هو انا شغلت اول اكتيفيتي، بس الاكتيفيتي ايه بس عشان طبعا في كريتيكال باص عندي ان هو اخر لي اخر اكتيفيتي، فزمن المشروع ككل اتاخر، فحضرتك هتعمل ايه بقى في الانشطه المتبقيه عندك؟ انت لسه متبقي عندك باقي الايه، ومتبقي عندك النشاط بي كامل، النشاط سي كامل، النشاط دي كامل، حضرتك هتعمل ايه البلان بتاعتك علشان تقدر تخفض لي المده دول، علشان في الاخر النشاط دي ده بدل ما ينتهي هنا اهو، لا انا عايزه ينتهي هنا اهو، فانا عايز ارجع واحده واحده الانشطه دي تقرب من البيز لاين، بحيث في الاخر ان الدي دوت يجي على الفينش دي بتاع البروجكت اللي كان موجود في الاول، تمام؟ مهندس وائل حضرتك كنت بتقول تاني على ايه؟ معلش انا ما خدتش بالي. مهندس سامي اتفضل. اتفضل اسال مهندس سامي. موضوع الانت فاليو، احنا قلنا لحضرتك الفائده الرئيسيه، انا ليه ذكرت الموضوع ده دلوقتي هنا؟ لان انا قلت لحضرتك ان الفائده الرئيسيه اللي حضرتك بتعمل بيه عشان البيز لاين ان حضرتك تقارن الاكشوال اللي بيحصل عندك دلوقتي بالبلاند اللي انت كنت خططته. فالاداه اللي بتستخدم الرئيسيه اللي بنستخدمها احنا في البرنامج وبنستخدمها في المشاريع بتاعتنا الايرنت فاليو. فهو هنا في السيتنج بتاعت المشروع بره حضرتك لو فتحت البروجكت قلنا تاني هنروح للشاشه بتاعت البروجكت وهنعمل سيلكت للمشروع بتاعنا وبنجيب التاب تحت التاب بتاع السيتنج خلاص؟ وبيسالك ان هو حضرتك الايرنت فاليو بقى اللي حضرتك عايز تستعملها، عايز تستعملها على البروجكت بيز لاين اللي احنا حددناه من الاول اللي هو الانيشال بلان بتاعنا، ولا على اليوزر بيز لاين البرايمري بتاعك خلاص؟ فدي انت بتحدد له ان هو الاختيار ده اللي هيسري على البرنامج بتاعك، فلازم تبقى واخد بالك من السيتنج والخيار دوت لانه هياثر معاك على القيم، لان نفترض ان حضرتك احنا لو غيرناها دلوقتي مش هياثر معانا، لان البروجكت بيز لاين هو البرايمري بيز لاين بتاعنا. بس حضرتك لو جيت
عملت بيز لاين تاني عشان تعمل ريكفري، ان انت اتاخرت فهتعمل ريكفري، فعامل بيز لاين تاني عشان تتابع عليه. فحطيت الاولاني والتاني، طب الاداء بتقارنه على ايه؟ مش معقول ان انت هتفضل تقارن على البيز لاين القديم. وضحت؟ ممكن مثال على كيفية الاختيار، كيفية اختيار ايه؟ مش فاهم سؤالك يا مهندس عماد. If we have different projects and primary baseline, can we show variance of both for the current project? My point, I think that. لا حضرتك ممكن، انا مش عارف هو يعني انت عندك نسخة تانية من نفس البرنامج ولا مشروع تاني خالص؟ انذر ابديت تقدر حضرتك، انا هوريك دلوقتي تعمل عليه ازاي، انا هوريك النقطة دي دلوقتي بس دقيقة معايا. خلاص انا طيب اقدر اظهر، خلينا نكمل طيب كلامنا. اقدر ان انا اظهر البرايمري بتاعي ده، البرايمري اللي ظهر لما جينا هنا ظهرنا على الكولوم على البارز، عفوا هنفتح البار تاني. احنا ظهرنا البرايمري يوزر عندنا، وعايز مهندس سأل تقريبا المهندس عماد او مهندس رزق مش عارف ان يفتح حضرتك البروجكت. تقدر حضرتك تعمله بمنتهى البساطه، هتيجي هنا هو تعمل خلينا على الريسورس على البيز لاين تحت، تقدر حضرتك تعمل اد لبار جديد. خلاص البار ده هتسميه مثلا بروجكت بيز لاين، وبتيجي حضرتك هنا هو بتختار ان هو البروجكت بيز لاين. هنا هو اهو عندك، او عندك انت البرايمري بيز لاين، وعندك البروجكت بيز لاين، وعندك السكندري، وعندك السيرد. اوكي فهنختار احنا البروجكت بيز لاين، وهيبان معانا ان الفلتر اول اكتيفيتي. خلاص واقول له انا عملت له اظهار هنا، هقول له اوكي ابلاي، هو اللي ظاهر عندنا هنا هو ده التاني. طبعا هو ظهر هنا هو قصاد دوت عشان انا ما ظبطتش الترتيب بتاعه. هنفتح البارز تاني وهنيجي على البروجكت وهنعمله على الثاني الثالث، لان عندك انت ترتيب الصفوف هنا، الرو ده لترتيب الصفوف. البرنامج عندك بيقدر يظهر ثلاث صفوف فقط لا غير اللي انت تقدر تظهره. خلاص وهنغير بس اللون بتاعه مثلا، نخليه لون برتقال اورنج ده. اوكي ابلاي. اوكي هو ظهر معانا هنا، بس هنفتح ده اهو، ده الاصفر ده اونر برايمري بيز لاين، والاورنج ده اللي هو الايه البروجكت بيز لاين، بتقدر حضرتك تزورهم، واقصى عدد من البراد حضرتك تقدر تزوره اللي هو الثلاثه اللي احنا ظاهرين دول. البرنامج ما بيقدرش يظهر اكتر من كده، لكن حضرتك في الكولومز بتقدر تحط اي عدد في الكولومز انت عايز تزوره. لو عايز تحط البيز لاين كلها عندك في الكولوم هتقدر تحطها. وضحت كده يا باشمهندس؟ ممتاز ممتاز. طيب حضرتك دلوقتي في نقطة تانية أنا عايز أضيفها لحضرتك، بس إن نفترض إن على نفس البلان طبعا، والكلام دوت مش صحيح 100%، أنا هوريك إيه الطريقة الصحيحة بتاعها، بس إن أنت حبيت تضيف أكتيفيتي هنا، إيه اللي هيحصل؟ أنا جا دلوقتي جالي تعديل وجالي تغيير في الأسبوعي، حبيت إن أنا أضيف أكتيفيتي تانية اسمها سي، وهتاخد كمان 5 أيام، وهتحصل ريليشن شيب بتوينها وبتوين الدي ديت بعد ما الدي تخلص. خلاص فلو جيت عملت حضرتك سكادجول هنا اهوت، طلع لي الاكتيفيتي سي اللي موجوده عندي هنا اهوت، وجه على البيز لاين. لو خدت بالك على التيبل اللي عندي دلوقتي، البيز لاين ما عندوش تواريخ ديت، يبقى مش معمول لها بيز لاين، لا هيبقى معمول لها بيز لاين لا في التايم ولا في الكوست ولا في اليونت، يعني ده نشاط جديد تماما. طيب انا عايز اعدل النشاط دوت على البيز لاين بتاعي، فبعمل ايه؟ حضرتك بتروح على البروجكت خلاص، وبعدين من تيم بيز لاين،
وبعدين حضرتك بتختار البيز لاين بتاعك ده. بس خد بالك لو حضرتك عملت الابديت اللي بقول لحضرتك عليه دلوقتي هيشيل لك البيز لاين ده خالص، مش هتقدر توصل له تاني. فدي نقطة مهمة جدا لازم حضرتك تاخد بالك منها، ان البيز لاين اللي انت عملته دوت قبل ما تعدل عليه او تعمل له ابديت يبقى في مرحلة البلاننج فقط قبل ما حضرتك تعتمده. لكن لو حضرتك اعتمدته ما تقدرش تغير عليه، لو غيرت عليه هيضيع من عندك تمام من البرنامج مش تقدر تجيبه، لان البيز لاين هو نسخة البرنامج المخفية، هي مخفية خلاص. يفضل ان حضرتك تاخد النسخة دي تعمل لها ريستور، بتطلعها بره وبعد كده بتعمل الابديت بتاعك على النسخه اللي بعدها خلاص. الابديت حضرتك انا بعمل ابديت، بختار الابديت بيزلاين، بحدد الابديت بتاعي، الاوبشن بتاعت الابديت بتاعي، عايز تضيف الاكتيفيتي نيو اكتيفيتي، عايز تعمل ديليت الاكتيفيتي اللي دلتها. انت ممكن حضرتك تدلت اكتيفيتي يعني من السكيدجول اللي عندك، وبفتح انا مور اوبشن بشوف هنا اهوت في اوبشنات ثانيه، عايز تنقل الريليشن شيب مش عايز الريليشن شيب، حاجات كتير في اوبشنات كتير حضرتك خاصه بجميع البروبرتيز بتاعه الانشطه. وبعمل له هنا اهوت حضرتك ابديت، اوكي عمل لي ابديت للبرنامج بتاعي. وجيت لقيت حضرتك عامل لي هنا في حاجه مهمه، ان حضرتك انا لما خدت الكوبي من البرنامج بتاعي خد الستارت ديت والفينش ديت بتاع الاكتيفيتي دي وحطهم هنا هو كبيز لاين، ما ربطش البيز لاين دوت بالقديم، لا ده هو خد الكوبي من الداتا كلها اللي موجوده عند حضرتك هنا هو وحطها على البرنامج الجديد. فعندي هنا هو حصل فيه لاج هنا هو في البرنامج. فعشان كده بقول لحضرتك لازم تاخد بالك قوي 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 انت هتلعب او هتغير في البيز لاين الاساسي اللي موجود عندك اللي هو بتاع البلان بتاعك. طبعا احنا غيرناه كده مش هنعرف نرجع في كلامنا، برنامج الملفيه ما فيهوش اندو خالص يعني كلام رجاله يعني. فانت كده دمرت البرنامج بتاعك وبوظته يعني. فافضل حاجه حضرتك علشان تعملها في حاله زي كده احنا هنطفي الاكتيفيتي اللي اشتغلت معانا ديت، اوكي هي واخده ماشي واخده اكشن ماشي مش مشكله، احنا مش عايزين ده وقت نعمل ديليت على طول خلاص، وعايزين نشيل البيز لاين بتاعنا مينتين بيز لاين. اول حاجه طبعا عشان تلاقي حضرتك البيز لاين لازم تخش على الاساين الاول تشيله، تعمل على الكرنت بروجكت البيز لاين بتاعك على الكرنت بروجكت، خده على الكرنت بروجكت، بعد حضرتك على المينتين بيز لاين تاني وتلغي ديليت البيز لاين بتاعك. اوكي طيب كده انا ما عنديش بيز لاين، هاجي انا على الاكتيفيتيز اللي ظاهره عندي دول، اول واحد 6 ديسمبر انا هعمل على 6 ديسمبر، اوكي طيب انا عندي دلوقتي الانشطه بتاعتي زي ما خلصناها زي ما موجوده عندنا بالمنظر ده. هاجي هنا اهوت حضرتك اعمل بروجكت اساين بيز لاين، هعمل بيز لاين عفوا بروجكت مينتين بيز لاين، هعمل بيز لاين جديد عندي من كوبي من البرنامج بتاعي زي ما قلنا، وهنحدد البيز لاين ده ونقول له ان ده البلاند بيز لاين زي ما قلنا في الاول خالص، وهنضيف له بس عشان نميزه ان ده البي ال زي ما البرنامج كاتبه، واقول له ان ده الانشال بلان بتاعتي. اوكي نفس الكلام اللي احنا عملناه احنا بنعيده تاني، وبعد كده هعمل اساين للبيز لاين واحدد البروجكت بيز لاين هو البيز لاين، والبرايمري برضه هو البيز لاين بتاعي واقول له اوكي. جميل الناس معايا مركزه؟ اوكي جميل. خلينا بس الاسئله باشمهندس عماد الله يخليك، خلينا نخلص الجزئيه ديت وهنفتح المجال للناس تسالني. بعد كده حضرتك عايز تضيف ان هو اكتيفيتي ثانيه، فما ينفعش احنا نشغل اكتيفيتي بي ديت زي ما شغلنا الاكتيفيتي اللي قبلها وهنقول ان هي ستارتد مثلا سي في 12 ديسمبر سلكت، وهعمل الديت بتاعي في وليكن 14 سلكت،
اوكي، هو غير لي هنا البرنامج الزمني. احنا جينا، احنا قلنا في الخط هنا قبلها لما حضرتك ضفت هنا وخدت كوبي على البرنامج، فانا قال لك الديتس كلها هنا. لا طب انا عايز اضيف الاكتيفيتي ديت بس على البلاند اللي كانت عندي قبلها. البلاند اللي كانت عندي قبلها انا هقول لحضرتك دلوقتي ايه فايده الريسورس. 1 مينت بس خلاص. فحضرتك عشان تضيفها على البلاند ديت حضرتك هتعمل ايه؟ هتيجي على البروجكت بتاعك خلاص، وعشان تعمل ريستور لازم حضرتك تشيل اساين تاني. انا بشيله من هنا برجع ان مفيش اساين على البروجكت بتاعي خلاص، وباجي هنا هو حضرتك وبعمل مينتين بيز لاين وبختار بلاند بيز لاين دوت وبعمل له ريستور. مجرد ما حضرتك عملت له ريستور هيلغيه من هنا اهو وهيوديه لك مشروع كامل. هيوديهولك مشروع كامل على البروجكت بتاعك. لو جيت حضرتك فتحت البروجكت هنا اهو هتلاقي فيه بروجكت عند حضرتك نفس الكود بس واخد بي 1 واسمه البلاند بيز لاين على اسم البي بتاعتك. فلو حضرتك فتحت المشروع ده هتلاقي المشروع بتاعك هو موجود. فحضرتك تقدر، انا بس هطفي بس عشان الناس ما تتلخبطش معانا، انا هطفي بس اظهار البيز لاين. خلينا نطفي البيز لاين اللي احنا ظهرناهم دول. ابلاي اوكي. هو حط لك البيز لاين هنا اهوت قلبه لك برنامج زمني. اقدر انا حضرتك تيجي عليه بص ايه مش شغال ولا حاجه ولا في اي حاجه شغاله خلاص. اجي اقدر ان انا اضيف اكتيفيتي هنا اهوت اسمها الاكتيفيتي اف مثلا، وبعد كده اربطها حضرتك بالاكتيفيتي اللي اسمها سي. جميل. وهقدر اعمل سكادجول اف 9 عندي سكادجول، حط لي الاكتيفيتي بتاعتي موجوده هنا اهو، لان انا التعديل عندي هيبقى على البيز لاين الاولاني مش التعديل على اللي مكان موجود عندي خلاص. بروح حضرتك انا اقفل البرنامج دوت كلوز اول يس، وهروح افتح البرنامج الرئيسي اللي انا شغال عليه اللي معمول له ابديت. انا حضرتك عامل هنا اهو خلاص. هروح تاني على المينتين بيز لاين، طبعا شال لي البيز لاين من هنا، بعمل اد وبختار convert another project to a new baseline of the current project. انا هرجع البرنامج البيز لاين اللي انا طلعته بقى قلبته البرنامج، انا هرجعه حضرتك تاني كبيز لاين من هو اللي انا عدلت فيه ورجعنا هنا تاني. هقول اوكي، هيطلع لي الشاشه بتاعت السلكت بروجكت. وخد بالك حضرتك لو عايز تحفظ نسخه منه قبل ما تختاره، لان انت لو اخترته حضرتك هيشيله لك من القايمه دي. خدوا بالكم ان هو اللي اسمه البلايند بيز لاين، انا هعمل له سلكت، حطه لي هنا هو، ترجعه لي بيز لاين عندي هنا هو، وبختار له عادي جدا البيز لاين تايب وبقول له اوكي كلوز. انا عايز اعمل له اساين، فهروح على قائمه بروجكت واقول له اساين، اعمل له اساين للبيز لاين الجديد اللي موجود عندي واقول له اوكي. بعد ما اقول له اوكي حضرتك انا هروح بس على قائمه البروجكت، مش هلاقي البروجكت اللي كان ظاهر عندي هنا البلاند بيز لاين ده اختفى خلاص، ما بقاش عندي الا نيو بروجكت بس، هو سحب وحطه بيز لاين خلاص. بعد كده حضرتك بتيجي على البارز تاني وتظهر البيز لاين بتاعك البرايمري او البروجكت بتاعك ايا كان اللي حضرتك عايز تظهره، تعمل له ابلاي اوكي. حضرتك الفرق هنا هو انه لما ضاف الاكتيفيتي خلاص ضافها على البيز لاين بتاعك. جميل. فهو ده الفرق حضرتك، ان انت بتضيف عليه او بتعدل عليه وتقدر ترجعه تاني على البرنامج الاصلي بتاعك. تمام كده، الناس فاهمه معانا وواضح الموضوع ولا ايه؟ ليه من سؤال؟ سؤال. شوف موضوع، انا بس عايز اوضح للناس موضوع الابديت بتاع ماشي. ما انا الموضوع ده مش هيوضح معاك دلوقتي لان بنتكلم في الابديت بتاعت البيز لاين خلاص. كل الطرق اللي انا قلتها لحضرتك دي دلوقتي ازاي انت حضرتك
موجود في المشروع الاساسي، لان المشروع الاساسي ده حضرتك عندك انت مش موجود هنا اهوت، لان انت حضرتك مش مغيرتش هنا اهوت، انت ما غيرتش هنا اهوت، لكن انت بتغير في البيز لاين وبترجع حضرتك تضيفه هنا تاني عشان يقدر لازم تضيفه هنا اهوت حضرتك تاني عشان يظهر معاك مع البيز لاين. بس اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ايه، انا بس عشان اشرح لكم، انا بشرح الطريقه دي كتوضيح بس خلاص، لكن حضرتك الطريقه بالظبط وازاي هنعمل كراشنج للموضوع وازاي هنعمل فاست تراكنج للموضوع بالتفصيل هناخده مع بعض في ايه، في المحاضره ان شاء الله اللي بعد الابديت بتاع البرنامج. خلاص هندرس كل الكلام ده مع بعض وهنشرح لكم بالظبط ازاي حضرتك على البيز لاين وازاي تدخله تاني وازاي تعمل اكتر من نسخه بيز لاين عندك. وضحت الموضوع؟ احنا حضرتك احنا المشكله عشان مشغلين برنامج وعامل زي حاجه انا في البرنامج ولغيت، فعشان كده حضرتك متلخبط شويه. لكن ال 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 الخطوه الرئيسيه اللي حضرتك بتعملها دلوقتي، اولا احنا مش هنعمل ابديت لاي حاجه ولا بنشغل اي حاجه، انت حضرتك بتخلص البرنامج بتاعك. اول ما بتخلص البرنامج بتاعك خلصت حضرتك التايم سكيدجول بتاعك والسيكونس بتاع الاكتيفيتي، بتخش حضرتك على الخطوه بتاعت الريسورس اللي احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل، بتحط الريسورس بتاعتك والاكسبنسز بتاعتك، بتحط اليونتس بتاعتك، بتحط الكوست بتاعتك. اول خطوه حضرتك هتاخدها بعد الخطوات ده ان انت تعمل البيز لاين. تعمل البيز لاين بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، بتخش حضرتك على بروجكت مينتين بيز لاين وبتعمل اد نيو بيز لاين وبتاخد سيف ا كوبي اوف ذا كارنت بروجكت از ا بيز لاين. لان عند حضرتك دلوقتي البروجكت اللي لسه حضرتك مخلصه هو دوت البلان، لسه حضرتك لا شغلت ولا اكتيفيتي ولا عملت اي ابديت ولا عملت اي حاجه. يعني ايه ما يعني ايه باشمهندس سيفل اي سيفل؟ يعني ايه نشاط اتلغى؟ ما انا قلت لحضرتك حصل تغيير دوت، يبقى حضرتك محتاج تغير على برنامج وتعمل بيز لاين جديد. احنا هناخد الكلام ده كله مع بعض. حضرتك قللت مدة المشروع، هتضطر تقص من الاكتيفيتي او تلغي اكتيفيتي، خلاص؟ حضرتك خدت اكستنشن اوف تايم، هتضطر حضرتك تضيف اكتيفيتي بالاكستنشن اوف تايم دوت، او ان انت تزود مدة الاكتيفيتي اللي على الكريتيكال باس، خلاص؟ اي تغيير حضرتك بيحصل لازم يبقى تغيير معتمد، التغيير ما دام معتمد يبقى حضرتك لازم تعمل له بيز لاين جديدة. حضرتك بتعمل بعد ما عملت حضرتك البيز لاين عندك اللي هو ثابت اهو، بتيجي حضرتك بتاخد نسخه من المشروع بتاعك دوت وتنقله بره على الدايركتوري بتاع البروجكت، وتغير حضرتك وتعدل فيه كل حاجه، وبتيجي تفتح البروجكت الاصلي بتاعك وبتعمل اد وبتعمل كونفيرت للبرنامج اللي انت عدلته على البرنامج دوت، ينزل لك البيز لاين موجود عندك هنا. طبعا اي بيز لاين حضرتك لازم تاخد موافقه عليه، لان البيز لاين ده حضرتك اللي هتقارن بيه الاعمال الاكشوال بالاعمال بلاند. الاعمال بلاند ديت هي دي لازم تاخد موافقه عليه، سواء ان انت بقى تعمل كوركتيف اكشن عشان المشروع اللي اتاخر عندك ده ترجعه تاني للوضع الطبيعي، فانت محتاج انت تبقى عارف انت عايز تزود الناس قد ايه وعايز تزود الكوست قد ايه على الاكتيفيتي ديت علشان ترجعها تاني لوضعها الطبيعي، او ان انت بتقارن مع المالك عشان يطمئن. المالك بيطلب منك انت بتاخد دلوقتي كوركتيف اكشن عشان تعدل البرنامج ده معايا، فالمالك عايز يراجع معاك الخطه اللي انت حطيتها لتقليل البرنامج زي ما حضرتك ماشي عليها ولا لا، فلازم حضرتك تعتمدها منه علشان يقدر يتابعك عليها. وضحت؟ نفس الكلام ينطبق لو كان عندي رشاد عملت له ايه يا باشمهندس سليم؟ معلش مش فاهم حضرتك، انا اسف.
ثانيا احنا هي نفس القصة، احنا خلصنا كده هوت الشرح على البرنامج، فلو حد عنده أسئلة احنا بنتناقش مع بعض. احنا اللي شرحناه النهاردة ازاي حضرتك تعمل كرييت للبيز لاين، ازاي حضرتك تظهر البيز لاين دوت على الجانت شارت وعلى الكولومز اللي موجودة عندك، ازاي حضرتك تعمل اساين ليه على البروجكت، وقلنا ان احنا عندنا 4 بيز لاين موجودين خلاص، اللي هو البروجكت بيز لاين، وعندك اليوزرز بيز لاين عندك 3 اللي هو الاول والثاني والثالث. وقلنا ان الجانت شارت ما بيظهرش عندنا بس الا 3 بوت منهم اللي شغال حاليا، يبقى عندك 2 بيز لاين هتقدر ايه ما الغايه من حفظ اكتر من بيز لاين. هيستوريكال انفورميشن، لازم تبقى حافظ عندك السجل بتاع المشروع. انت مش معقول ابدا ان انت تعمل بيز لاين وبتتابع الابديت وانت نسيت اصلا المشروع بتاعك بيخلص امتى. لا، المفروض حضرتك يبقى موجود عندك البيز لاين الاساسي بتاع المشروع، والبيز لاين بعد التحديث، والبيز لاين بعد التحديث اللي بعديه، وهكذا. لازم ده تاريخ المشروع بتاعك لازم كله يبقى محفوظ عندك، علشان يجي الاستشاري او جه الاونر يسالك مثلا الاكتيفيتي دي كان المفروض احنا في البرنامج الزمني بتاعنا نبتدي فيها امتى. البرنامج الزمني الانيشال الاولاني يعني عايز يعرفها لاي سبب كان، ظروفك الماديه حضرتك ايه، والفند بتاع المشروع هيتغير معاك وكان المفروض يبقى ايه وبقى ايه. فالكلام ده كله لازم حضرتك اي داتا في المشروع لازم حضرتك تبقى محتفظ بيها لحد ما المشروع ينتهي، تنقل الداتا ديت من ملفات الشركه بتاعتك. حد عنده اي سؤال او اي استفسار تاني خاص بالبيز لاين؟ كله يا باشمهندس وائل، مش بس المشاريع في مصر، كل المشاريع في كل المشاريع على مستوى العالم. يعني ما يعني كان احصائيه عاملينها بتوع اداره المشاريع بيتكلموا ان تقريبا 10% في المشاريع اللي على مستوى العالم يعني هي اللي بتلتزم بالبيز لاين بتاعها. يعني مفيش مشروع، كل مشروع عليه معاوين خارجيه كتير وعامل داخليه كتير بتاثر على الالتزام بالمشروع دوت. فعشان كده حضرتك بتيجي بعد كل حاجه اثر خارجي على المشروع بتاعك، حضرتك بتعمل بيز لاين علشان تمشي عليه في مشروعك في الفتره اللي جايه، يعني بتعمل اللي انت تمشي عليه. مهندس اي 7، ما فهمتش سؤالك ايه يا باشمهندس. طيب حد عنده سؤال خارج البيز لاين؟ ايوه، ممكن حضرتك تاخد بيز لاين لاخر ابديت وتحفظه عندك، بتحفظه عندك ان ده الابديت مثلا للتاريخ كذا، بتحفظه عندك حضرتك وبيبقى كاتب لك البيانات بتاعته تحت. في سؤال اتسأل بس راح مني، ثواني بس نرجع. انا مش عارف السؤال راح فين، فيا ريت اللي عنده سؤال وما تجاوبش معلش انا اسف جدا يعني يسألوا تاني. وانت سمعت مش عارف قصدك ايه، if we have force measure how we can show it as a baseline. مش فاهم سؤال حضرتك يا فندم، معلش اسف تصيبه تاني بصورة تانية.
ايوه ما هي بتبقى فيها قيم اكشوال، ما فيش مشكله انت حضرتك بتحفظه كبيز لاين، بتبي فيها قيم اكشوال خلاص، في اكشوال موجود فيه وفي بيهايند موجوده فيه برضه. لان تواريخ النشاط بتبقى محفوظه عندك، تواريخ النشاط حتى لو حضرتك شغلته هتيجي تبص على تاريخ النشاط، كان البلاند ستارت والبلاند فينش بتاعته موجوده ما بتروحش. اذا حصل في المشروع توقف لمده شهر ثم استؤنف العمل، استؤنف من العمل؟ طيب التوقف ده طبعا ابروفد ولا نون ابروفد؟ معتمد من المالك ولا مش معتمد؟ لان هتفرق مع حضرتك، مش معتمد حضرتك اللي بتتحمله. ايوه معتمد حضرتك بتعمل حاجه اسمها الاكستنشن اوف تايم، وده هناخده مع بعض. عندك حل حلين في الاكستنشن اوف تايم عشان تطبقه على برنامج البرمجيرا. انت عندك حضرتك خدت مثلا توقف شهر خلاص، فعند حضرتك 30 يوم عايز تزودهم على الكريتيكال باث بتاعك. من النهارده لحد ما ينتهي المشروع عندك مثلا 10 اكتيفيتي على الكريتيكال باث، قدامك حل واحد، يا تحط النشاط دوت كنشاط اسمه اكستنشن اوف تايم وتحطه في وسط الكريتيكال باث وتعتمد تعمل اعتماديات عليه في الكريتيكال باث بحيث انه يطول لك الكريتيكال باث ال 10 ايام او الشهر دول، او حضرتك بتاخدها بنسبه وتناسب للمده المتبقيه وبتعمل نسبه بجلوبال تشينج وتغير بيها المدد بتاعت الكريتيكال باث المتبقيه. وضحت باشمهندس اي 7؟ What's the difference between Primavera V6 and Primavera V6 R8؟ مفيش أي فرق. بعد Primavera 5 ظهرت Primavera 6، Primavera 6 ريليز 6، بعد كده ظهر ريليز 6.2، والنهارده اللي هو الاخر فيرجن ريليز 8.2. ده برانفيرا 6 ده اسم البرنامج، الار دي ريليز النسخه، يعني هو اول ما ابتدوا برانفيرا 6 ابتدوا من نسخه 6، نزلت نسخه 6 6.1 6.2 لحد ما وصلت ل 8.2 دلوقتي اللي احنا شغالين عليها. مهندس وليد، كل ما بعمل تحديث البرنامج عندي على تظهر رساله ان المشروع مفتوح في وضع المشاركه. ايوه حضرتك، ما انت مش هتقدر تعمل شير مش وضع المشاركه ده حضرتك لما تيجي. بص انا دي واحده هظهره لك حضرتك هنا اهوت، انا هعمل كلوز اول خلاص. حضرتك بتيجي هنا اهوت على الاوبن بروجكت اوبن، بتظهر لك الشاشه دي، اتاكد بس ان حضرتك عامل على الاكسكلوزيف او الشير، اعتقد بتشتغل هي ريد اونلي بس اللي ما بتشتغلش، الابديت بتاعها مش هيشتغل معايا لان هنا ريد اونلي، فحضرتك الاكسس مود تعمله بس اكسكلوزيف وجرب افتح البرنامج ان شاء الله هيشتغل معايا. عفوا هندسه، ويب سايت لينك تو داونلود بريمير، يعني حضرتك احنا نزلنا الفيديو اعتقد بتاع الانستول، شوفوا او خش معانا على الجروب بتاعتنا في الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. حضرتك انا منزل الفيديو بتاع الانستول وموجود عليه حضرتك ازاي تخش على الموقع بتاع اوراكل وتنزل البرنامج بتاعك بريمافيرا. مهندس حسن، حضرتك استشاري، البرنامج الزمني المقدم من المقاول المالك في العقد يعتبر بيز لاين، هو ده البيز لاين بتاعك حضرتك، انت بتعتمده كبيز لاين خلاص، ده اللي هتمشي عليه المشروع. مش فاهم حضرتك كمان عبد المنعم قصدك ايه؟ ماشي حضرتك، بس انت نزلتها على الاجنده، على الاجنده بتاعت المشروع، ممكن تغير لك حاجات تانية، ارتباطات تانية بالمشروع، مش يعني هو مش حل سليم 100%، يعني هو ممكن تحايل على البرنامج، بس الحل الصحيح ان انت حضرتك يا تزود الاكتيفيتي اللي باقيه، يا حضرتك تحط بند بتتفق انت مع الاونر في كلتا الحالات، بتاع الاونر انت هتزود ازاي على البرنامج الزمني، لان حضرتك عندك استشاري خاص باداره المشروعات تابع معاك البرنامج الزمني مستلم منك.
واضحة العملية؟ كود تسجيل البرنامج، حضرتك اتفرج على الفيديو بس، شوف انا شرح الطريقة بتاعت تنزيله من على الموقع وطريقة تسطيبه حضرتك كاملة 100%. حضرتك تابع الفيديو هينزل معاك مظبوط، متقلقش. ممتاز، شكرا مهندس سعيد، تعبناك معانا النهارده، احنا اسفين يا فندم. فورس ميجر لايك ريفوليوشن، حضرتك ديت انت على حسب العقد، في عقد بتبقى في بنود في اخر العقد خالص بتاع اللي بينك وبين الكلاينت بتاعك، بيبقى بيقول لك مثلا ان لا تؤخذ في الاعتبار الكوارث الطبيعيه والثورات ومش عارف ايه، فالكلام ده كله بيرجع للكونتراكت بتاعك. انت العقد بتاعك فيه ايه؟ العقد بتاعك فيه ان المشروع لو اتاثر بالكلام ده بتاخدها في الاعتبار، فخلاص انت لو بتاخدها في الاعتبار بتقدم دراسه على الخسائر وعلى الامباكت اللي حصل لك في التايم والكوست، وبتقدمها للاستشاري وبدوره هو بيعتمد من الكلاينت وبيرجعه لك انت تعدله على البرنامج. مهندس محمد كيف؟ بتعملها، بس هي بتعملها بتعمل سيلكت للاكتيفيتي كلها وتروح على قائمه ايديت لينك اكتيفيتي، خلاص بس هتعملها لك، خد بالك ان كلهم هتعملهم ورا بعض بعلاقه فينش تو ستارت زيرو لاج. اتفضل مهندس، سمعت السؤال. ماشي يا مهندس محمود، ولا يهمك. تيجي حضرتك هنا اهوت، لو عندك اربع خمس اكتيفيتي كده اهوت موجودين ورا بعض، تعمل سيلكت الاول اكتيفيتي، سيلكت الاخر الاخر اكتيفيتي، وانت حضرتك دايس على زرار الشيفت في الكيبورد بيختار الاكتيفيتي كلها، بتيجي على قائمه ايديت لينك اكتيفيتيز، خلاص بيعمل في الريليشن شيب علاقه فينيش تو ستارت، خلاص باللي موجود قبلها واللي موجود بعدها، هنا فينيش تو ستارت، هنا فينيش تو ستارت، واللاج زيرو، خلاص بتيجي حضرتك من الظاهرين عندك هنا اهو، بتيجي تعمل سكيدجول، سكيدجول بيظهر لك عندك في السكيدجول الاكتيفيتي بتاعتك مرتبطه بالعلاقات بتاعته. وضحت العمليه؟ مهندس سماد ام بي 3، انا ما عنديش فكره عن البي 3 يا مهندس سماد، والله انا كنت شغال عليه من فتره كبيره فاتت ويعني ما اقدرش افيدك فيه قوي. حصل توقف المشروع لمده اكثر من سنتين. باشمهندس حضرتك عايز محايد مش كده؟ دي حضرتك اصل بص، كل المشاكل ديت يفترض ان انت تحلها مع الاستشاري والكلاينت الاول. انت حليت الكلام ده ووصلت لاتفاق، هات لي الاتفاق ده حضرتك وانا اقول لك ازاي تقدر تطبقه على برنامج البرامبيرا، مفيش مشكله خالص. اي حاجه قبل التحقيق عندنا على برنامج. يعني ام بي 6 وي هاف، لا عندك حضرتك على كل واحد، بس لما هتضيفهم هيظهروا لك في الكولومز، مش ظاهرين دلوقتي حضرتك عشان احنا ما ضفناهمش، لكن لو حضرتك عملت كذا نسخه من البيز لاين هيظهروا لك موجود، الفارينس موجود عندك. واضح تمام سمعت؟ او بيتم الاتفاق فعلا على مده جديده للعقد، او بتتغير العقد كامل، يعني دي حاجه ترجع للعقود اكتر مما خاصه بالبرنامج. وحضرتك ممكن اصلا في حاله زي دي اعتقد ان انت ممكن تعيد تعمل سكادجول جديد للمتبقي من المشروع، يعني لان انت بتتكلم في سنتين كتير يعني. مش سامع اوبن ايديت شوت فور يونت فورمات
User Preference. طيب Edit User Preference Time Units. كويس يا باشمهندس ان انت فكرتينه. عندنا جماعه انا عملت رابط للجروب عملناه على جوجل جروب. انا عايز ان شاء الله لان في ناس كتيره طلبت مني امثله للتطبيق. طبعا اللي شغال في موقع هيقدر يجيب امثله ويدبر حلو، بس ممكن يكون معانا طلبه او ناس خارج المجال بتاعنا فممكن ما يكونش عندها امثله للتطبيق. فانا ان شاء الله خلاص مشيت اللي على الرابط بتاع الجروب، انا كنت نزلته على الايفنت، لو يقدر حد ينزله لنا دلوقتي يكون كتر خيره يعني. هننزل عليه ان شاء الله ملفات للناس امثله علشان حضرتك تطبق عليها الريسورس وتطبق عليها تعمل اساين على الاكتيفيتي. خلاص، وان شاء الله لو جالي لو في اي مواد ولا اي حاجه احاول ان شاء الله ارفع لكم شويه حاجات على الجروب برضو، بحيث ان ايه الناس يبقى عندها مواد تقدر تراجع منها يعني الموضوع بتاعها. ان شاء الله رب العالمين، ربنا يخليك كمان سويت. طيب احنا كده خلصنا، في اي حاجه ثانيه اي سؤال ثاني؟ طبعا انا حسيت ان الناس انا هطفي الشير يا جماعه. اوكي، المره اللي فاتت كنا ضغطنا شويه في كميه المعلومات اللي اعطيناها، بس معلش اعذرونا على كده، بس انا كنت عايز اجمع تبقى الحلقه. انا عارف ان ممكن انت مثلا تحصل لك 10% 20% تحصيل من المحاضره، بس اكيد يعني ربنا يكرمهم الدعم الفني سجلوا لنا المحاضره فتقدر حضرتك تتابع منها، هتثبت معاك المعلومات كتير جدا يعني. انا حبيت احطها في محاضره واحده علشان تبقى عندك سورس موجود عندك تقدر حضرتك ترجع له في اي وقت. الله يخليكم جميعا والله. ربنا يخليكم كلكم، ربنا يخليك يا مهندس محمد. طيب في اي سؤال خاص ببرنامج البرمجيرة؟ جوه برنامج البرمجيرة، بره برنامج البرمجيرة، اي حد عايز اي حاجه؟ اللهم امين يا رب احنا واياك. الموعد القادم ان شاء الله يوم الخميس في نفس الميعاد. ايه البرنامج كونتراكتور ده حضرتك؟ ده خاص باداره العقود، كان شرحه المهندس احمد صفوت على المنتدى حضرتك الدعم الفني، ممكن ينزلوا لك الرابط بتاعه، شرحه بطريقه ممتازه جدا جدا. ده خاص حضرتك باداره الدوكيمنت والبروكيورمنت بتاعتك وكل ما هو خاص في الموقع باداره الموقع عامه والعقود مع الاونر يا مع السبلاير او السيلرز بتوعك. برضه ازاي نحمل ارت 8.2؟ حضرتك شغل مهندسه نعم، حضرتك شغال الفيديو اللي نزله للدعم من شويه بتاع الانستول بتاع البرنامج. انا في بدايه الانستول شارح ازاي حضرتك تخش على الموقع بتاع اوراكل وتعملي فيه حساب. اول مهندس حسين نزله ربنا يخليه. ازاي حضرتك تعملي حساب في الاكونت على اوراكل، وازاي تنزلي نسخه البرنامج، وازاي حضرتك بعد كده تتابعي برضه لو في نسخه نزلت هتبقى نازله عندهم على الموقع بتاعهم. والله مهندس احمد ما عنديش شرح كامل من الاول كده، هو ما فيش يعني للاسف. مهندس وليد، طبعا لازم يتربط، هو ده الشغل الصح يعني. بتربط انت حضرتك البرنامج الزمني بتاعك ده بالكونتراكت مانجمنت. الكونتراكت مانجمنت شغال لك على الوقود والدوكيومنتس اللي موجوده عندك على الاكتيفيتي اللي موجوده في برنامج البرنافيرا بروفيشنال بتاعنا اللي عاملين عليه السكاجول. وعلى الفيديو اللي منزلينه فوق ده حضرتك لو ليك اهتمام انا برضو شارح في اول الفيديو طريقه تنزيل البريمافيرا، وتاني الفيديو طريقه تحميل برضو الكونتراكت مانجمنت وطريقه ربطهم مع بعض ازاي.
تمام كده يا جماعة، نستأذنكم. حد عنده أي سؤال تاني؟ سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. يلا في أمان الله يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.